على الرغم من أن الحدث الرياضي الذي انطلق من كربلاء يأتي معززا لإجراءات رفع الحظر الرياضي على الملاعب العراقية، إلا أن هذه الإجراءات اصطدمت بأسباب أخرى وجدت طريقها من خلال مواقف اعترضت على حفل افتتاح بطولة غرب آسيا في ملعب كربلاء الدولي بداعي انتهاك قدسية المدينة. لكن سرعان ما تراجعت هذه المواقف الرسمية بعد أن وجدت أن ادعاءاتها لم تتطابق مع القانون. اللجنة المنظمة لحفل افتتاح بطولة غرب آسيا في ملعب كربلاء الدولي ردت على الحكومة المحلية والوقف الشيعي اللذين عدا الحفل انتهاكا لقدسية كربلاء. ردت بالقول إن ردود الأفعال هذه ليست في محلها وإن الحفل لم ينتهك هذه القدسية، مشيرة إلى أن البعض لا يروق لهم نجاح العراق الرياضي، فحاول تعكير الأجواء بادعاءات لا محل لها بحسب اللجنة ذاتها. أما عارفة حفل افتتاح البطولة نور الماجد فردت من جهتها على الانتقادات التي وجهت إليها من قبل بعض السياسيين ورجال الدين، وقالت للشرقية نيوز إنها قدمت رسالة إنسانية أرادت من خلالها القول إن المدينة آمنة ومؤهلة لاحتضان الأحداث الرياضية الدولية. الرسالة الحقيقية لبطولة غرب آسيا التي كانت في كربلاء هي رسالة إنسانية، رسالة للجميع أنه هي أنه كربلاء مدينة آمنة، مدينة مقدسة، مدينة يعني مؤهلة أن تقام بها هكذا بطولة. وملعب كربلاء كان يحتوي على أكثر من 35 ألف متفرج إضافة إلى الناس اللي خارج الملعب، فكانت أجواء ممتازة. لم يقتصر الانتقاد لمواقف بعض الجهات من حفل افتتاح ملعب كربلاء الدولي على الساحة السياسية، بل كان لبعض رجال الدين موقفا انتقدوا فيه تصريحات بعض السياسيين التي عدوها ازدواجية في التعامل، وهو ما جاء في خطبة المرجع الديني الشيخ جواد الخالصي الذي وصف مواقف بعض السياسيين من حفل ملعب كربلاء بأنها محاولات لركوب الموجة، حيث لم يعترضوا على السرقات فضلا عن عدم اعتراضهم على هكذا مهرجانات عندما كانت تقام في عهدهم. الذين احتجوا على وجود الفساد في كربلاء فلينتبهوا إلى أنفسهم، هم سبب وجود هذا الفساد. يوم كانوا مع الاحتلال وساروا مع الاحتلال ودافعوا عن الاحتلال ودخلوا في مشروع الاحتلال. كان الفريق الرافض للحفل اعتمد في موقفه على قانون قدسية كربلاء، غير أن المنظمين أكدوا أن حفل الافتتاح لم ينتهك هذه القدسية وقانونها، ما اضطر الوقف الشيعي إلى سحب الدعوى القضائية التي أقامها على اتحاد كرة القدم العراقي بعد أن أكد خبراء القانون عدم وجود أي فعل ينتهك قدسية المدينة، وأن الرافضين ذهبوا في مواقفهم من دون أساس قانوني.